حلم كل جزائري انه يسكن في العاشور، ومن العاشور وكيل موبيلي جاب لكم فيلة الاحلام. تابعوا معنا الفيديو. السلام عليكم احبابنا احباب الوكيل الموبيلي، انتم اللي دايما تسنوا في جديد العقارات، الوكيل دايما يجيب لكم الجديد، ولا انتم اللي انضميتوا جدد لصفحتنا، ما تنساوش تابوني وفي كامل صفحتنا على التواصل الاجتماعي باش يلحقكم دايما الجديد وتلحقكم دايما لافير ليكيب. رانا في العاصمه، وين رانا؟ في العاشور ليكيب، في وادي الطرفه 3، واحد من ارقى احياء هذا البلدية وأرقى أحياء دراريا، يعني عموما واد طرفة 3 بلدية العاشور دائرة دراريا ولاية الجزائر العاصمة، فيلا ار بلس 2 بعقد ملكية ودفتر عقاري لكيب في هذا الحي الراقي. الفيلا تاعنا تتربع على مساحة 208 متر مربع، المبني منها 170 متر مربع، فيلا شابة مخدومة بطري طريبيا كما نشوفوا، عندك دو كراجات في الريتشوسي، وكاين سيترنا مطبخ وحمام ومرحاض ليكيب. عندنا لما ندخلوا نلقاو هذا الكولوار العريض، الله يبارك، شوفوا شحال عريض الكولوار تاعنا. من هذه الناحيه عندنا الكراج الاول والكراج الثاني، راهم الجهه اللي ملهيه سيباري بيناتهم، يعني كاين سيباراسيون. مساحه قلنا المبنيه 170 متر مربع. ايضا عندنا سيتيرنا في هذا المكان، عندنا سيتيرن وعندنا تواليت ليكيب في الطابق الارضي، وكاين يعني في الطابق الاول كاين F4 وفي الطابق الثاني عندنا F3، هنا عندنا تواليت ليكيب، هاي ليك تواليت تاعنا. عقار يعني مخدوم تري تري بيان في مكان ولا اروع، وادي الطرفه 3 بالعاشور، يعني العاشور اصلا هاي يعني في الاونه الاخيره معناتها تعمرت بالفيلات الجميلة والراقية وتعمرت بلي بروموسيون. هنا من هذه الناحية عندنا جاردان ليكيب، مساحة خارجية مهمة في الفيلا تاعنا، عندنا جاردان كيما نشوفوا ليكيب وبتي كور صغيرة. عقار ولا أروع، مخدوم بشكل جيد. عندنا هنا جاردان اللي عندك هنا بسطة جميلة، يعني لو كان دير هنا طابلة وكراسة يعني تكون عندك قاعدة ولا أروع قدام الجاردان تاعك، مقابل هذا الفيلا العمرانية الجميلة. ايضا انا نشوفه بلي حتى الفايونس فيها الفوبيال من برا مخدوم طري طري بيان، بصح بيان فيني من الداخل. شوفوا الدلبوس شحال شباب، حاجة حاجة كيما يقول لك كيوت، حاجة دي لوكس الله يبارك. يلا نطلعوا للطابق الاول وين راح نلقاو F4 من هذا الاول اللي يقودنا لمختلف الغرف. شوفوا لي رادياتور، شوفوا السنترال، نظام التدفئه المركزيه عندنا في كامل البنايه تاعنا، وحتى تهويه مناسبه من خلال النوافذ هذه العلويه. قلنا عندنا هنا صالون كبير اوبن سبيس، وعندنا مطبخ، ثلاث غرف، حمام مرحاض، وعندنا بلاكار وتيراس. هنا هذه احدى الغرف ليكيب، هذه احدى الغرف فيني ما شاء الله، ما شاء الله عند فينيسيون كبيره داخل العقار الداخل. حتى شوفوا في شوك بياس كاين رادياتور، وعندنا هنايا بلاكار على الجهه اليمنى، وعندنا هنايا هذا هو الصالون تاعنا اوبن سبيس، يعني فضاء مفتوح اللي يمثل الاستقبال. هنا عندنا غرفه، ايضا غرفه ثانيه، والصالون تاعنا كما شفناه في الدخلة اللي يجمع جميع الغرف، ومراوش اول وانما صالون استقبال كبير يعطينا لاكسي لجميع الغرف. وهذه الاطلالة الجميلة كي نطلعوا من النوافذ من خلال لي شومبر تاعنا، معناتها عندك اطلالة على الحي جميلة جدا. هاوليك البلاكار اللي راهو شاد الكوان، وهنايا يقدر يكون اميناجمون تاع الاستقبال تاعنا. وهنا عندنا غرفة كبيرة، هذه الغرفة ممكن تكون هي الصالون الرئيسي، ويكون الصالون خارجي يعني يكون اول ولا يكون استقبال ايضا، لانه العائلة الجزائرية كاين بزاف اللي يفضلوا نوع من الخصوصية، معناتها الضياف يكونوا بعاد على لا كويزين، معناتها عندك الحرية، عندك هنا معناتها تقدر تقول صالون ملحق ولا زيادة.
للصالون الرئيسي اللي راهو في المدخل ولا هذاك الاول الجميل. الحاجه الشابه انه هنا عندنا اون تيراس ليكيب، عندنا تيراس في هذا الطبق، عندنا تيراس صغيره اللي تساعدك انه تقوم بالعديد من الاشغال المنزليه ولا تكون فيها قاعده مميزه في هذا الطبق الجميل. من هذه الناحيه عندنا لي سانيتير، هنا عندنا لي سانيتير ليكيب، يعني دوش ما شاء الله مخدوم تري تري بيان، حمام ومرحاض مخدومين بشكل جيد، فايونس حتى الفوق كما يقولوا. وعندنا اون تيراس كما شفتوها، اون تيراس، يلا نروحو نشوفو لا تيراس تاعنا اللي من الاول هذا ولا من الصالون تخرج ديريكتومون لا تيراس هذه اللي تشوفو مهويه ومشمسه، الشمس تلحقها، معنتها عقار ولا اروع. تصميم جميل جدا ليكيب، من الريتشوسي حتى ليطاج التالي. نروحو نشوفو الطابق الثاني وين راح نلقاو اف 3، وين نلقاو صالون اوبن سبيس، مطبخ وزوج غرف، حمام ومرحاض. اولا هذا هو الصالون تاعنا اللي راهو في الاول، مفتوح على المطبخ هنا او مفتوح على المطبخ اوبن سبيس. شوفوا المطبخ شحال شباب ليكيب، عقار جميل ما شاء الله، مطبخ جميل جدا كما نشوفوا فيه تي كونطوار، حتى بلون دو ترافاي مخدوم تري تري بيان، كويزين ايكيبي ما شاء الله. وهنا عندك البسطه والقاعده الجميله تاع الصالون تاعنا، وعندنا بلاكار او في الناحيه هذه بليتو دو بلاكار، هنا في الطابق هذا عندنا دو بلاكار، وهذو هما الغرف، هذه الغرفه الاولى، الغرفه الاولى، رادياتور في كل غرفه، وعندنا الشوفه سنترال التدفئه المركزيه لاحقه حتى لهذا ليطاج، معناتها كل حاجه متوفره في العقار تاعنا. ايضا كاين لي كليماتيزور وكل حاجة ما شاء الله مخدومة طري طري بيان. شوفوا الأبواب معناتها حاجة سوليد، حاجة دو لوكس، حتى النوافذ مخدومين بأجود أنواع النوافذ، خدمة ما شاء الله. فيلا جميلة، فيلا راقية في حي راقي، في منطقة راقية جدا، وهذا الطرفة ببلدية العاشور دائرة الدراغية ولاية الجزائر العاصمة. الفيلا ار بلس دو بعقد ملكية ودفتر عقاري، تتربع على مساحة 208 متر مربع، المبني منها 170 متر مربع. هذا هو البلاكار دوزيام، هذا هو دوزيام بلاكار، يعني كل حاجة توفر في العقار تاعنا. عندنا سيتينا تاع الماء، شوفاج سنترال، ايضا لي كليماتيزور، وكاين جاردان ولي تيراس. هنا عندنا لي سانيتير، عندنا هنا الدوش وبلاصة تاع لا ماشينا لافي، والدوش هذا ايطاليا مخدوم تري تري بيان، شوفوا حتى الفوق بالفايونس. ومن هذه الناحيه عندنا لي تواليت تاعنا، كيفيت اونغلاز، لاف ما، كل حاجه في بلاصتها، تهويه ايضا في الصال دو بان، في السانيتير تهويه كبيره، يعني عقار جميل ومهوي، فيه شمس، عندها توشي شمس باغتو. هذه هي لا كويزين تاعنا، شوفوا شحال شابه مخدومه تري تري بيان، وفيها طاوله في الوسط، معناتها مساحه لا باس بها، عقار جميل، فيها تاقة وفيها خرجة لا تيراس. مساحة تخزين كاينين ايضا، ما شاء الله، هاي لك لا تيراس تاعنا، اون تيراس كبيرة هذه مقارنة بلا تيراس تاع الدوزيام ولا تاع البريمير ايطاج، هاي لك لا تيراس تاع البريمير ايطاج نطلع عليها، وهذه لا تيراس تاع الدوزيام ايطاج اللي رانا فيها، كبيرة واسعة تساعدك في بزاف امور، تساعدك انك تقيم ديزيفينمون هنايا، تقدر يعني كبيرة واسعة الله يبارك، تقدر تونطريني سبور هنايا الله يبارك، تنشر حوايجك، كل حاجة تقدر ديرها في هذا اللاتيراس الجميلة، وعندك تقابلك السما، يقابلك الهواء والشمس، ويقابلك الحي الراقي، حي وادي الطرفة ثلاثة، بلدية العاشور، دائرة دراريا، ولاية الجزائر العاصمة. قلنا عندنا سيتي، لنا شوفر سنترال، كليماتيزور، وحديقة، عندنا لي تيراس دو تيراس، وعندنا لي بلاكار، مؤسسة تربوية، مسجد كامل كاينين هنايا في هذا الحي، ثلاث دقائق على وسط المدينة تاع العاشور، عندنا سوق، عندنا قاعة رياضة، منزل، هذا المنزل الجديد وجاي في حي هادئ ونظيف كما شفتوا الصوره تتكلم على روحها، وقريب من المطاعم تاع الشوايين المعروفين في الدراريا ليكيب. بالنسبه للسعر 7 مليار،
قابل للتفاوض، 6 مليار نيغوسيابل، اي تواصلوا مع صاحب العقار اللي تلقاو الرقم تاعو في التعليقات وفي الوصف مع الوكيل الموبيلي. دائما نجيب لكم عقارات مميزه من مختلف المناطق في احياء راقيه وفيلات راقيه. سلام.